تيمان الآن مباشرة مع أنصار اتحاد بالعباس الذين يصنعون الفرجة هنا ب صباح الخير زميلتي. أنا الآن مباشرة من هنا أمام مدرجات ملعب 5 جويلية الخاصة بأنصار اتحاد بالعباس الذين يصنعون الفرجة هنا أمام ملعب 5 جويلية وهم يمنون النفس بإعادة سيناريو 91 900 و1000 بالواحلة والتلمساني. سيناريو مكرر لسنة 91، وشنو اللي كيعقد المقابلة تاع اليوم أمام شباب شريبة القبائل؟ النجمة الجزائرية هذه النجمة الجزائرية إن شاء الله، وحنا ندول لاكوب هذه إن شاء الله، نهدو هنا سكان سيدي بلعباس، المناصرين جاو هنا 100% كسحوا العاصمة، حنا نتمنوا هذه القلة الزوجة. نقول لها الزوجة إن شاء الله، ونتمنوها كاع نهدوها كاع لعباس وبسنادة الله يرحمه. شكرا. شنو هو السر المميز، العلاقة المميزة بين أنصار اتحاد بالعباس القبائل؟ هي من الحاجة الأولى نتمنى تكون لها روح رياضية هي الفائزة في هذه المباراة. الحاجة الثانية الحاجة الثانية أتمنى من الفريقين يؤدوا مباراة المستوى تليق بسمعة الفريقين إن شاء الله. احنا نتمنى فريق اتحاد العباس يدي النجمة الثانية ونادي هذا الملتي إن شاء الله ريتاج إن شاء الله. نشكرهم كاع، وكاين هادو كاع راهم معانا هنايا من الجزائر، معانا من التلمسان كاع كل بلاصه راهم معانا. وخويا في دري سكوبيو امام شريبة القبائل مقابله ماشي تكون سهله، ان شاء الله نربحوا ان شاء الله. ان شاء الله تربح اتحاد بالعباس. مناصر شريبة القبائل هنا بقوه الخاوه العباسيه، مرحبا بكم خوا روح رياضيه دانكو فلوشوازي خيرا، مرحبا بكم خوا بولا شوفوا دخول شوفوا فرجة. اوكي ربي عام الانصار اتحاد العباس، شي الانصار اللي يجيو انصار اللي راهو في الغربه اللي ما قدوش يجوا اللي هما بزاف، ان شاء الله غادي نهدوا كلهم غادي نهدوها لكم باذن الله. وفيما يخص المباراه فيما يخص المباراه، حنا نعرفوا حنا ليكيب تاعنا تبراتيكي بون فوتبول هذا العام. حنا هذا العام قالوا لنا سيب وقالوا لنا الاخر قالوا لنا كوب دارا قالوا لنا كلش، وصلنا لا فينال، والفينال حنا نلفزوها باذن الله. التاريخ يعيد نفسه ان شاء الله. السلام عليكم، انا منصم اتحاد العاصمه، انا مع بلعباس ويحسن صاحبي اسمح لي بزاف، انا مع بلعباس خويا. الشعب جا نتمنوا يديرونا في ماتش في القمه، هذا ما طالبين منهم. كيما جينا بلعباس جمهور غفير احب زعما اخر، كيما جينا بلعباس جمهور غفير ان شاء الله نردوها ونروحوا بها بلعباس زاهير ان شاء الله. ان شاء الله اليوم خير غادي نحطوا ونعاودوا تاع 91 ان شاء الله، ونعاودوا ندوا الزوجه الزوجه يا الاولاد الزوجه. السلام عليكم، نترككم مشاهدينا مع هذه الصور الجميله التي يصنعها انصار اتحاد بالعباس.